بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مجددا نرحب بكم في هذه المحاضرة الرابعة لاستكمال المحور الثاني من المحاور التي تم تحديدها لتدريس مادة القانون الجنائي العام. وكنا في المحاضرة الثالثة قد بدأنا في دراسة الركن القانوني للجريمة، ودائما في إطار الحديث عن الركن القانوني للجريمة والذي قلنا بأنه يمثل مبدأ الشرعية الجنائية، سنشير في هذه المحاضرة إلى أسباب الإباحة والتبرير التي تعدم الركن القانوني. فلا يكفي الاعتبار الفعل أو الامتناع الجريمة مجرد وجود نص قانوني مجرم لهذا الفعل، بل لا بد أن يخلو من سبب من أسباب التبرير أو الإباحة، وهي رخص. وهذه الأسباب أسباب التبرير والإباحة هي رخص تسمح لمن توفرت لديه أن يرتكب ما ينهي عنه التشريع الجنائي أو يمنعه عما يأمر بفعله. لذلك فانتفاء أسباب التبرير شرط ضروري لقيام الركن القانوني لأي جريمة، ذلك أن أسباب التبرير تنصرف إلى الفعل أو الامتناع، فيتخلف الركن القانوني ما تنتفي معه المسؤولية الجنائية والمدنية على حد سواء. وقد حدد المشرع المغربي هذه الأسباب بمقتضى الفصلين 124 و 125 من القانون الجنائي، فأشار في الفصل 124 من القانون الجنائي بأنه لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية: إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية، إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في استحالة عفوا أو كان في حالة استحالة عليه معها استحالة مادية اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته. والحالة الثانية: إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء. ويضيف الفصل 125 من القانون الجنائي بأنه تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة لحالة الدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين: القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقتها. الحالة الثانية: الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة. هذا فيما يتعلق بأسباب التبريح والإباحة المحددة بمقتضى القانون في الفصلين 124 و 125 من القانون الجنائي. وهناك أسباب أخرى يضيفها الفقه قياسا على الحالات المذكورة في الفصلين، ومنها أسباب أخرى لم يتم التنصيص يعني وهي أسباب يعني لم يتم التنصيص عليها بشكل صريح بنص القانون الجنائي، ويعتبر يعني ويتم اعتبارها ضمن الأسباب المبررة لارتكاب الفعل. لذلك سنشير أولا إلى الأسباب التبرير والإباحة التي حددها المشرع المغربي نقطة الفصلين المذكورين، أي الفصل 124 و 125 في القانون الجنائي، ثم سأشير فيما بعد إلى أسباب الإباحة والتبرير التي يضعها الفقه قياسا على ما ذكر في الفصلين. فأول سبب نجده مشار إليه في الفصل 124 من القانون الجنائي، وهو أمر القانون والسلطة الشرعية، فيعتبر القيام بالواجب القانوني وتنفيذ أمر القانون ضرورة أساسية لحماية النظام العام وتحقيق المصالح المشتركة. لذلك فقد يتطلب أحيانا القيام بالواجب القانوني ارتكاب أفعال تدخل ضمن الأفعال المجرمة قانونا، ومع ذلك تعتبر هذه الأفعال مبررة يضفي عليها طبعا الإباحة ويعدم صبغتها الجرمية. ومن ذلك مثلا أن يعمد ضابط الشرطة القضائية لتوقيف المشتبه فيهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية في إطار القيام بمهامه، فهذا الفعل وإن كان يمس حرية الأفراد إلا أنه لا يعتبر جريمة معاقب عليها ما دام قد تم في إطار تنفيذ ما أمر به القانون. ونفس الشيء يقال كذلك مثلا عن الطبيب الذي يعمد إلى إجراء عملية جراحية لمريض ويقوم ببتر أحد أعضائه لما استوجبته الضرورة للحفاظ على حياته، فعلى الرغم من أن القانون الجنائي يجرمه لاعتداء على السلامة الجسدية للأشخاص بمقتضى الفصل
الفصول من 400 إلى 403 من القانون الجنائي، فإن الطبيب لا يعاقب في هذه الحالة لكونه يهدف من خلال يعني الجراحة والبتر الأعضاء، يهدف من خلالها إلى الحفاظ على مصلحة أولى بالرعاية، وهي الحفاظ على حياة المريض وسلامته الجسدية. ولكن هذا المبدأ ليس على إطلاقه، بل يتعين توفر شرطين أساسيين، وهما أن يكون الفعل قد أوجبه القانون، وأن تأمر به السلطة الشرعية. فيما يتعلق بكون الفعل قد أوجبه القانون، فالمقصود به ليس فقط وجود نص قانوني صريح يأمره القيام بفعل أو الامتناع عنه، وإنما يؤخذ بالمفهوم الواسع، ويمتد ليشمل الحالة التي يجيز أو يبيح فيها إتيان الفعل أو الترك دون إلزام بذلك. فمن شهد مثلا شهد شخصا متلبسا بالسرقة وألقى عليه القبض وسلمه إلى الشرطة، فهذا الشخص غير ملزم بالقيام بذلك، لكن إذا فعل ذلك فإنه لا يعاقب، على اعتبار أن القانون أجاز له القيام بذلك في حالة الجريمة المتلبس بها. كما أنه ليس المقصود بأمر القانون أن يكون نص موضوع الإباحة صادرا عن السلطة التشريعية، وإنما يؤخذ بمفهومه العام، ويدخل ضمنه الأمر المستفاد من قرارات السلطات العمومية بصفة عامة، كما هو الشأن مثلا القرار الوزاري الذي يلزم الأطباء بالتبليغ عن حالة مرض عن كل حالة مرض معدية يكتشفونها في إطار إجراء الفحوصات للمرضى، إنهم يكونون ملزمون بالتبليغ عن هذه الأمراض المعدية. فإذا قام الطبيب بذلك التبليغ ففي هذه الحالة فإنه لا يكون قد خرق القانون وأفشى السر المهنية، الاعتبار أنه مأمور بالتبليغ عن ذلك، ولا يدخل في إطار إفشاء السر المهني للمجرم قانونا. أما الشرط الثاني الذي ينبغي توفره لاعتبار أمر القانون والسلطة الشرعية سبب الإباحة، هو أن تأمر بالفعل السلطة الشرعية. فنجد بأن الفصل 124 من القانون الجنائي يشير إلى جانب أن يكون الفعل قد أوجبه القانون، أن تأمر بالفعل، أي أن تأمر بهذا الفعل السلطة الشرعية حتى يكون هذا الفعل مبررا تنتفع معه الصفة الجرمية. ويقصد بها في مفهوم هذه المادة أن يكون الأمر صادرا عن السلطة العامة المكلفة قانونا بتسيير شؤون المواطنين في المجال الذي صدر فيه الأمر، سواء كانت هذه السلطة مدنية أو سلطة عسكرية، وغير أنه يشترط أن تكون مختصة وأن تكون مشكلة طبقا للقانون، وأن يكون أمرها صادرا في إطار الاختصاص موكول إليها بمقتضى القانون. لكن يطرح الإشكال في حالة توفر أحد الشروط المذكورة دون الآخر، هل يعتبر الفعل مبررا أم لا؟ هنا نجد بأن الفقه يذهب إلى أن ظاهر النص يوحي بضرورة توفر الشرطين معا، إلا أن الاكتفاء بأمر القانون وحده يكون كافيا في كثير من الأحيان لتحقق التبرير حتى في غياب أمر السلطة الشرعية. أما العكس فلا يكون صحيحا، يعني يكون غير مقبول وغير صحيح لتبرير الفعل المرتكب. أما الحالة الثانية من أسباب التبرير والإباحة إلى جانب الفعل الذي يوجبه القانون تأمر به السلطة الشرعية، نجد السبب الثاني، وهو سبب حالة الضرورة والقوة القاهرة، وهو سبب يستنتج أو مبرر يستنتج من خلال البند الثاني من الفصل 124 الذي جاء فيه 124 من القانون الجنائي، الذي جاء فيه بأنه لا جناية ولا جنح ولا مخالفة في الأحوال الآتية، ويشير من بين الأحوال إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها استحالة مادية اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته. لذا هنا يتبين من هذا البند أن الأمر يتعلق بحالة الضرورة والقوة القاهرة، لذلك سندرس حالة الضرورة ثم نشير إلى القوة القاهرة فيما بعد. فبخصوص حالة الضرورة، فيقصد بها الحالة التي يوجد فيها الشخص أنه مهددا بخطر جسيم وحال في نفسه أو ماله لا يستطيع تجنبه إلا بارتكاب فعل مجرم يمس بحقوق الغير، كمثلا كمن كان مطاردا بحيوان مفترس أو خطير فيقتحم منزلا للغير قصد الاحتماء، فلا ينبغي متابعته بجريمة انتهاك حرمة مسكن الغير في هذه الحالة. ونفس الشيء يمكن قوله في حالة من يضطر لسرقة
ما يسد به رمقه بعدما أشرف على الهلك من شدة الجوع. فمن كان مثلا لم يجد ما يأكل لمدة أيام وأشرف عليه الهلاك أي الموت، وعمد إلى سرقة ما ينقذ به نفسه من الهلاك، فلا يعاقب على جريمة السرقة على اعتبار توفر سبب من أسباب التبرير التي ترفع عنه الطبع الإجرامي مثلا في حالة الضرورة. وأما فيما يتعلق بالأساس المعتمد لتبرير حالة الضرورة، فقد انقسم الفقه إلى عدة آراء. فمنهم من قال بأن الضرورة تقوم على أساس دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، لما في ذلك من تحقيق لمصلحة المجتمع الذي ليس من مصلحته عقاب من يحافظ على الحق الأهم أو على الحق أو على الأقل، يعني حق مساوي للحق الذي تم التضحية به. بينما هناك من يذهب إلى أن أساس تبرير حالة الضرورة هو أن من يرتكب الفعل المجرم يكون مضطرا، أي يكون تحت إكراه معنوي. هذا فيما يتعلق يعني بالأساس المعتمد لتبرير حالة الضرورة، غير أولي الأخذ بها كسبب مبرر للإعفاء من المتابعة والعقاب يلزم تحقق مجموعة من الشروط يضعها الفقه. وهناك الشرط الأول أن يكون الخطر جسيما وحالا يهدد النفس أو المال، وتحديد مدى خطورة يعني أو خطورة أو جسامة هذا الاعتداء يرجع أمر تقديره للقاضي الذي يعتمد فيه على ظروف الجانب الصحية والنفسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب كون الخطر حال هو محقق وهو شيء الوقوع على نفس الجانب المالية. أما إذا أصبح هذا الخطر متجاوزا فإن لا مجال للاحتجاج بحالة الضرورة هنا. والشرط الثاني أن لا يكون الخطر مشروعا، فإذا كان مواجهة الخطر مما يفرضه القانون على الشخص بحكم وظيفته أو بقوة القانون، فإنه لا يمكنه أن يحتج بوجود حالة الضرورة المبررة للفعل. ومثال ذلك مثلا الجندي الذي يفرض عليه القانون مواجهة العدو وعدم الفرار من المعركة أو الاستسلام للعدو، فلا يمكنه الفرار بدعوى وجود حالة الضرورة لإنقاذ نفسه. فالخطر في هذه الحالة هو خطر مفترض يبقى من واجب الجندي مواجهته حتى ولو أدى به الأمر إلى التضحية بحياته. هناك شرط ثالث أن لا يكون مرتكب الفعل الجرمي هو المتسبب عمدا في وقوع الخطر. فالأصل أنه إذا نشأ الخطر دون تعمد من الفاعل فإنه يمكن له أن يتمسك بحضرة الضرورة لارتكاب الفعل المجرم، كمن يلجأ إلى منزل الغير لاحتماء من نيران نشبت بمنزله نتيجة انفجار قنينة غاز. فهذا الشخص يكون في حالة الضرورة وما أقبل عليه كان تحت يعني الضرورة فرارا من النيران التي نشأت في منزله بحكم انفجار قنينة الغاز، فلا يمكن متابعته بجريمة انتهاك حرمة المسكن غير في هذه الحالة مراعاة لحالة الضرورة التي كان عليها. لكن إذا كان هذا الحريق مثلا نشأ بفعل متعمد من الجانب فإن حالة الضرورة تنتفي هنا بكونه هو المتسبب وقصد وقوع الخطر، مما يكون معه مسؤولا عن كل فعل جرمي يرتكب نتيجة هذا الخطر. أضف إلى الشروط السابقة هناك شرط رابع، أن تكون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لتجنب الضرر الناتج عن الخطر. إذا كان بإمكان الجاني تجنب الضرر الناتج عن الخطر بوسيلة أخرى غير ارتكاب الجريمة فإنه لا يمكن أن يدفع بوجود حالة الضرورة، وإنما يكون مسؤولا عن فعله. وهناك شرط خامس وأخير، وهو يجب أن يكون ما وقعت الضحية به عن طريق ارتكاب الجريمة أقل قيمة مما استهدف المحافظة عليه أو مساويا له على الأقل. فبمفهوم المخالفة، إذا كان ما وقعت الضحية به أكثر قيمة مما استهدف الجاني المحافظة عليه من ارتكاب الجريمة فإنه يكون مسؤولا عن فعل هذا. ومثال ذلك من يعمد مثلا إلى قتل نفس بغرض المحافظة على العين عفوا المحافظة على المال كالربان الذي توشك سفينته على الغرق، فيعمد من أجل إنقاذ سفينته إلى رمي الأشخاص في البحر بدل رمي البضائع، فهنا يكون مسؤولا ولا يكون فعله مبررا تحت حالة الضرورة.
هذه هي يعني مجمل الشروط المطلوبة في حالة الضرورة حتى تنتفي الجريمة وتنتفي معها بالتبعية المسؤولية الجنائية للجاني. بقي أن نشير إلى القوة القاهرة التي قلنا بأنه البند الثاني من الفصل 124 من القانون الجنائي يشير إلى حالة الضرورة والقوة القاهرة. أشرنا إلى ما يتعلق بحالة الضرورة، وبقي أن نشير إلى ما يتعلق بالقوة القاهرة التي يقصد بها تلك الحالة التي عبر عنها الفصل 124 من القانون الجنائي بأنها الحالة التي يستحيل معها على الفاعل استحالة مادية اجتناب ارتكاب الفعل المجرم، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته. ومثال ذلك من استدعي لأداء الشهادة بتاريخ محدد أمام المحكمة، غير أنه بسبب تساقط الأمطار والثلوج التي تسببت في انقطاع الطريق حال دون حضوره لأداء الشهادة، فهذا الشخص لم يكن لا يمكن متابعته بجريمة الامتناع عن أداء الشهادة لكون عدم حضوره كان لسبب مادي خارجي لم يستطع مقاومته، وهو ما يعتبر قوة قاهرة يستوجب الإعفاء من العقاب. غير أنه يشترط لتحقق القوة القاهرة لانتفاء الطبع الجرمي عن الفعل توفر شرطين، وهو شرط أن تكون القوة القاهرة بسبب خارجي، والشرط الثاني أن يستحيل دفعها. فإذا تحقق هذا الشرطين فإننا نكون أمام قوة قاهرة معفية من العقاب. سنشير كذلك إلى السبب الثالث من أسباب التبرير والإباحة التي أشار إليها الفصل 124، وهو حالة الدفاع الشرعي. هذه الحالة جاءت في البند الأخير من الفصل 124 الذي نص على أنه إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال الغير، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء. لذلك يمكن القول أن الدفاع الشرعي وهو رخصة قانونية تبيح للشخص عند الضرورة دفع الاعتداء الحال غير المشروع الذي يهدد نفسه أو ماله أو نفسه أو مال الغير. ف يعني من خلال هذا النص يتعين لتحقق الدفاع الشرعي تحقق مجموعة من الشروط. فنجد الشرط الأول يتعلق أن يهدد الخطأ خطر الاعتداء نفس الشخص أو نفس غيره أو ماله أو مال غيره، وتعين لممارسة حق الدفاع الشرعي أن نكون أمام اعتداء منصب على حياة أو جسم الإنسان أو على ماله. أما إذا كان الاعتداء منصبا على الشرف والاعتبار كالسب والقذف مثلا، فإنه لا يرقى إلى الاعتداء على النفس أو المال الذي يستوجب ممارسة حق الدفاع الشرعي. وتجدر الإشارة إلى أن حال الدفاع الشرعي تتحقق حتى لو كان المعتدي غير مسؤول كالصغير أو المجني. كما يكفي كذلك أن يعتقد المدافع وجود هذا الاعتداء ولو لم يكن موجودا في الواقع، أنه هذا الاعتداء لم يكن حقيقيا لكن المدافع كان يعتقد بوجوده صحيحا، بشرط أن يبنى اعتقاده على قرائن منطقية مقبولة. فمن مثلا هدد شخصا ببندقية ودافع عن نفسه وتبين أن البندقية فارغة من الرصاص أو قادمة غير صالحة، يعتبر مدافعا يعتبر يعني في حالة دفاع الشرعية، على اعتبار أنه لم يكن يعلم بأن البندقية غير صالحة أو خالية من الرصاص، إنما كان يعتقد بأنه كان مستهدفا بشكل جدي وحقيقي. لذلك إذا لجأ إلى حالة الدفاع الشرعي فإنها تكون مقبولا كسبب لتبرير فعله. والشرط الثاني لتحقق الدفاع الشرعي أن يكون خطر الاعتداء حالا وهو شيك الوقوع. لم يربط المشرع المغربي حالة الدفاع الشرعي بوقوع الاعتداء فعلا على الشخص، وإنما يكفي أن يكون وشيك الوقوع. فمن تعرض له شخص يود الاعتداء عليه مثلا واستل سكين وشرع في توجيهه إليه، في هذه الحالة يجوز للشخص ممارسة الدفاع الشرعي برد الخطر الذي يهدده قبل وقوع الاعتداء، وليس عليه الانتظار حتى يصيبه المعتدي ثم يشرع في الدفاع. ومن باب أولى لمن تعرض للاعتداء بالضرب أن يرد الاعتداء الواقع عليه في حالة
إذا كان المعتدي بدأ اعتداؤه مستمرا فيه، كمن تعرض لضرب متتالي يظهر أن المعتدي لا ينوي التوقف عن لا ين... يعني لا يتوقف إلا مع إحداث مزيد من الضرر. ففي هذه الحالة يجوز للمعتدي عليه أن يمارس الدفاع الشرعي لمنع المعتدي من الاستمرار في عدوانه. أما إذا كان الاعتداء قد وقع وانتهى، فإنه لا يجوز للشخص في هذه الحالة رد الاعتداء بنفسه لدعوى الدفاع الشرعي، لأنه سيعد انتقاما في هذه الحالة، لأنه الاعتداء قد وقع وانتهى، ويبقى عليه في هذه الحالة اللجوء إلى السلطات المختصة قصد تقديم الشكاية في حق المعتدي. وهناك شرط ثالث لتحقق الدفاع الشرعي، وهو أن يكون فعل الدفع متناسبا مع الاعتداء، ويقصد به أن يكون فعل الدفاع بالقدر الضروري فقط لرد الاعتداء. فالضرورة كما يقال تقدر بقدرها وبلا تعسف في الاستعمال، لذلك لا ينبغي أن يكون رد الاعتداء بشكل يلحق أذى جسيم مقارنة مع الخطر الذي كان يهدده. فمثلا من شاهد شخصا يستهدف سيارته بالحجارة لإلحاقه الضرر بها، لا ينبغي أن يعمد إلى قتل المعتدي بدعوى الدفاع الشرعي عن ماله، لأن ليس هناك تناسب بين الاعتداء الذي تتعرض له السيارة ورد الفعل الذي قام به المعتدي على ماله. وهناك شرط رابع ما قبل الأخير والشرط الرابع، أن يكون الدفاع ضروريا لرد الاعتداء، أي أن لا يكون باستطاعة المعتدى عليه من طريقة أخرى لرد الاعتداء غير اللجوء إلى الدفاع الشرعي. فإذا كان بإمكانه اللجوء إلى طريقة أخرى لرد الاعتداء، مثلا كتبليغ الشرطة بالخطر الذي يهدده للتدخل دون وقوع الفعل، أو كان بإمكانه الفرار لتجنب الاعتداء ولم يفعل، فإنه يكون مسؤولا جنائيا ولا يعتبر في حالة دفاع شرعي. أما الشرط الأخير المتعلق بحالة الدفاع الشرعي وهو الشرط الخامس، وهو أن يكون الاعتداء غير مشروع. ولكي يتم اللجوء إلى الدفاع الشرعي لا بد أن يكون الخطر الذي يهدده الشخص غير مشروع. أما إذا كان مشروعا فإنه لا يحق مقاومته، كما هو الشأن مثلا للمفوض القضائي الذي يعمد إلى الحجز على أموال المحكوم عليه، وكذلك الجندي الذي يقوم بتنفيذ حكم الإعدام في حق المحكوم عليه بالإعدام في إطار القانون. فلا يمكن مقاومتهم بدعوى حق الدفاع الشرعي في هذه الحالات، لأنه مجرد رخصة قانونية، لأن الدفاع الشرعي يبقى مجرد رخصة قانونية لرد اعتداء غير مشروع وليس لعرقلة تنفيذ القانون. فمتى توفرت الشروط الخمس مجتمعة كما أشرنا إليها، تحققت حالة الدفاع الشرعي التي تعفي من المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية على حد سواء. وإلى جانب الحالات المذكورة والمشار إليها في الفصل 124 من القانون الجنائي، وهو ثلاث حالات كما أشرنا إليها، فقد نص المشرع المغربي على حالة يسميها الفقه بين الحالات الخاصة للدفاع الشرعي أو الحالات الممتازة للدفاع الشرعي، لكونها هي حالة تعفي صاحبها من الإثبات على عكس الحالات الأخرى السابقة، وذلك بمقتضى ما أشار إليه في الفصل 125 من القانون الجناية الذي جاء فيه: تعتبر الجريمة نتيجة ضرورة حالة الدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين: القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقتهما. والحالة الثانية الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة. هذا مجمل ما يتعلق بأسباب التبرير والإباحة المنصوص عليها في الفصلين 120 و 125 من القانون الجنائي. وقلنا بأن هناك أسباب التبرير والإباحة، أسباب أخرى للتبرير والإباحة غير منصوص عليها في القانون الجنائي. فيرى الفقه أن حالة التبرير والإباحة المنصوص عليها بمقتضى الفصول المذكورة هي واردة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وأنه يجوز إضافة أسباب أخرى
قياسا على الحالات المنصوص عليها، وذلك من منطلق أن القياس في التبرير والإباحة جائز، وأن منع القياس والتوسع في تفسير النص منحصر في مسألتي التجريم والعقاب فقط. أما فيما يتعلق بإضافة أسباب للتبرير والإباحة فهي مسألة جائزة على اعتبار أنها تخدم مصلحة المتهم. لذلك يدرج الفقه ضمن أسباب الإباحة والتبرير التي لم يرد بخصوصها نص قانوني أسباب ناجمة عن استعمال الحق، بالإضافة إلى حالة رضا المجني عليه، يعني حالة رضا المجني عليه بواقعة الاعتداء الذي وقع عليه. فبخصوص أسباب التبرير الناجمة عن استعمال الحق، يندرج ضمن هذه الأسباب حق التأديب وحق ممارسة مهن الطب وحق ممارسة الألعاب الرياضية. بخصوص حق التأديب فهو يبقى من أهم حالات استعمال حق التأديب. نجد تأديب الأب والأم لأبنائهما، وتأديب المعلم للتلميذ، وتأديب الصانع لمتعلم الحرفة. وهذا الحق في التأديب والرقابة لبعض الأفراد على البعض الآخر تقتضي مصلحة الأسرة ومصلحة المجتمع لضمان عدم الخروج على القيم والنواميس الأخلاقية، وكذلك الالتزام بالسلوك الذي يقتضيه التماسك الاجتماعي. ومن منطلق أن التأديب يفرض أحيانا المساس بجسم الخاضع له أو نسبة أمور شائنة إليه، لذلك لا يعتبر جريمة معاقب عليها، وإنما يعد فعلا مبرر، لكن بشرط الالتزام في التأديب بالحدود التي تقتضيها التربية والتقويم والتعليم. أما إذا خرج التأديب عن الحدود المألوفة وصار الأذى والعنف مقصودا لذاته، يعتبر الفعل آنذاك جريمة مستوجبة للعقاب. وهناك الحق الثاني، حق ممارسة مهنة الطب، يدخل في إطارها ويدخل في إطارها ممارسة مهنة الطب كل الأعمال الاستشفائية والعلاج، بما في ذلك الجراحة لزراعة الأعضاء أو بتر الأعضاء أو جراحة الأسنان أو الولادة القيصرية، وكذلك أخذ عينات من الدم أو الأنسجة قصد إخضاعها للتحاليل المخبرية. فهذه الأفعال تستوجب بطبيعتها المسائل الجنائية لما فيها من اعتداء على السلامة الجسدية أو الحياة الخاصة للأفراد، غير أنه ما دام الطبيب يأتي هذه الأفعال لغرض الحفاظ على صحة وحياة المريض وليس مقصود إتيانها لذاتها، لذا فمتى أتى الطبيب هذه الأفعال ليسأل جنائيا بشرط توفر 3 شروط أساسية. نجد الشرط الأول يتعلق بالحصول على الترخيص القانوني لمزاولة مهنة الطب، أما إذا مارسها شخص ليس له ترخيص قانوني فإنه يعاقب حتى ولو كان غرضه إنقاذ الشخص. الشرط الثاني ممارسة أعمال مهنة الطب في حدود ما يسمح به القانون والأعراف الواجب مراعاتها في المهنة. والشرط الثالث رضا وموافقة المريض بالخضوع للعلاج الذي يقتضي طبيعة المرض. فإذا تحققت هذه الشروط فإنه تكون يعني هذه المهن أو هذه الأعمال التي تم ارتكابها في إطار مهنة الطب هي أعمال مبررة لا تستوجب العقاب. وكذلك بقي أن نشير إلى الحق الثالث التي تدخل في إطار استعمال الحق، وهو الحق في ممارسة الألعاب الرياضية. فمن منطلق أن بعض الألعاب الرياضية تتسم بطبيعتها باستعمال وتبادل العنف بين اللاعبين كما هو الشأن لرياضة المصارعة والملاكمة، لذلك فحتى لو تم استعمال العنف وإلحاق الأذى بالآخر في هذا النوع من الرياضات وهو فعل مجرم في الأصل بمقتضى القانون، غير أنه إذا تم في إطار ممارسة رياضة معترف بها قانونا ورعيت فيها القواعد والقوانين والضوابط المنظمة لها، فإنه تعتبر سببا للإباحة والتبرير المعفي من المسألة الجنائية والعقاب. ومن حالات غير المنصوص عليها التي يضيفها الفقه في إطار القياس إلى جانب استعمال الحق، هناك حالات رضا المجني عليه. بخصوص هذه الحالة نجد أن المشرع المغربي لم ينص عليها في القانون الجنائي ضمن أسباب الإباحة والتبرير التي تنفي عليها صبغة التجريم، كما عمدت إلى ذلك بعض التشريعات كالمشرع الكويتي مثلا الذي نص بشكل صريح على أن رضا المجني عليه يعفي أو يعد سبب من أسباب التبرير والإباحة.
يعني المشرع المغربي لم يرد أي نص في هذا المقتضى، والأصل أن رضا المجني عليه لا يمكن أن يعتبر سببا للتبرير، لكون الجريمة وإن كانت تمس المصلحة الفردية إلا أن لها مسوس بالنظام العام كذلك، على اعتبار أن الجريمة بصفة عامة لها مسوس بالنظام العام. لذلك نجد دائما في المحاكمة نجد النيابة العامة حاضرة باعتبار ممثل المجتمع، حتى ولو كانت أن هذه الجريمة تمس مصلحة، مثلا تمس الشخص، لا تمس عليه بمحاولة القتل أو الضرب أو الجرح، ورغم ذلك فإن هذه الجريمة يكون فيها نصيب من ضرر المجتمع. ومع ذلك نجد بأن الفقه يقول بضرورة اعتبار الرضا المجني عليه سببا من أسباب التبرير والإباحة. فقد ينبغي التمييز بين الحقوق الخاصة التي يحق للمجني عليه التنازل عنها، كالجرائم التي تمس المصلحة المالية للفرد التي يتوقف تحريك المتابعة فيها على شكاية المجني عليه، كالسرقة الواقعة من الأصول والإمساك العمدي عن أداء النفقة. فهذه الجرائم يعتبر فيها حسب الفقه رضا المجني عليه سببا من أسباب الإباحة والتبرير. أما إذا تعلق الأمر بالحقوق التي لا يمكن للشخص حق التنازل عنها، كالجرائم الواقعة على السلامة الجسدية للفرد، فلا يمكن فيها اعتبار رضا المجني عليه سببا للإباحة والتبرير. إذن هذا مجمل ما يتعلق بأسباب الإباحة والتبرير التي أشرنا فيها إلى الأسباب المنصوص عليها في الفصلين 124 و 125 من القانون الجنائي، وأشرنا كذلك إلى الأسباب التي حددها الفقه قياسا على ما ورد في القانون. هذا مجمل ما يتعلق بالركن القانوني الذي خصصنا له المحاضرة الثالثة والمحاضرة الرابعة. بقي لنا سنشير في المحاضرات اللاحقة إلى الركن المادي والركن المعنوي. إلى ذلك الحين، السلام عليكم.